بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في مثال student grade اللي نعطي mark يطبع لنا grade، نعطيها الدرجة الرقمية يطبع لنا الدرجة الحرفية. في مشكلة عندنا في البرنامج هنا، ممكن بعضكم لاحظها أو يكون منتبه لها، وهي كالتالي: البرنامج لو أعطيناه درجة من الدرجات بين 0 و100 راح يطبع لنا درجة، راح يطبع لنا grade الحرفي بشكل صحيح، little grade. لكن لازم أن تحتاط وتفكر إنه والله ممكن اليوزر إما عمدا أو بغير عمد إنه ممكن يعطيك درجة غلط، مثلا يعطيك ناقص 5. زين، ممكن اليوزر يعطيك ناقص 5. طيب في حالة لما يعطيك اليوزر ناقص 5، كيف وش راح يطلع الأوتبوت؟ وش راح يطلع لك الناتج هنا؟ سؤال مهم جدا. طبعا وقف الفيديو وفكر وش راح يطلع الناتج، بعدين إن شاء الله أنا راح أقول لك. طيب الناتج لو طبقنا، لو عطينا ناقص 5 راح يشيك هل الناقص 5 بين 90 و100؟ لا. هل بين 98؟ لا. راح يشيك يحقق الشروط هذول كلهن، يتحقق من الشروط هذول كلهن ولا واحد منهم ينطبق، إذا راح يعطينا F. إذن راح يعطينا F، هذه حاجة مهمة جدا. راح يكون الناتج F. زين، وهذا ناتج خطأ. الناقص 5 المفروض نعطي error أو خطأ. بشكل عام هذه مشكلة عامة في البرمجة، وهي أنه لازم تتوقع أي نوع من الانبوت ممكن يجيك. بما أنك تستقبل الانبوت كانتجر، فإنه ممكن يجيك أي انتجر تسمح فيه next int. next int راح تقرأ الانتجر. next int راح تفيدك من ناحية أنها ما راح تقرأ لو كان الانبوت حرف، راح تعطي ايرور هي من نفسها. زين، حتى نجرب، يعني هذه ميزة من ميزات next int، مضبوط بنستخدمها. لو قلنا الانبوت، لو قلنا a مثلا انتر، على طول عطاك ايرور، next int عطاك ايرور. فإذا next int حاميك من الناحية هذه كمبرمج، مضبوط. لكن لو أنك دخلت ناقص 5، لو قلت الانبوت هو ناقص 5، مضبوط، أعطاك الجريد F البرنامج. أكثر من كذا، لو قلت الانبوت 110 مثلا، زين، راح أعطيك الجريد F. زين، دخلت 2 inputs، دخلت قيمتين برا القيم اللي كنت متوقعها وتلخبط برنامجك، مضبوط. هذه مشكلة كبيرة دي، وهذه من أكبر المشاكل دائما تسبب في اختراقات المواقع وغيرها، هو أنه يكون في أن الهاكرز يستخدمون inputs أو مدخلات ما يتوقع الشخص اللي يبرمج الموقع. فإذا نحن نبغى نحمي برنامجنا بشكل أفضل، بما أننا نقرأ انتجر، next int راح تحمينا من إدخال أي شيء غير الانتجر. لكن ماذا لو كان المدخل انتجر؟ لازم حنا نحمي أنفسنا. زين، إذا لازم نضع شرط في البرنامج أنه لو كان المدخل انتجر، زين، لو كان المدخل انتجر ولكن ليس بين الفترة اللي من 0 إلى 100، فإننا نعطي إيرور. أما إذا كان المدخل بين 0 و100، فإننا نبدأ نطبق عليه الشروط اللي عندنا. خلينا نشوف كيف الشيء هذا راح يكون في السودو كود. هذا السودو كود اللي عندنا. زين، خلونا نعدل على السودو كود حتى انه يعكس الفكره هذه. زين، نشرح كيف راح نسوي. بشكل عام راح نقول الكلام التالي، الشيء التالي: اذا والله ال 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 اذا خلونا نكتبها لوحدها كذا على جنب. اذا الانبوت، زين، عندنا شرط هنا، اذا الانبوت بين الصفر، او عفوا، اذا الانبوت اكبر من 100 او اصغر من الصفر، اكبر من خلوا اكتب، اذا الانبوت اكبر من 100 او اصغر من صفر. زين، اذا ممكن تقول هنا المارك عشان بس تتاكد ان هذه اكبر من وهذه اصغر من. زين، اذا المارك اصغر من الصفر أو المارك أكبر من 100، يس، أعطنا إيرور، print error، مضبوط. إذا المارك أكبر من
else فنكمل البرنامج اللي عندنا هنا. أرجو أنك تكون لاحظت شيء هذا. إذن إذا المارك أكبر من 100 أو أصغر من الصفر فإنك print error، وإلا فإنك كمل لنا البرنامج زي ما كان عليه. إذن لاحظ هنا أنه عندنا شف، لاحظ الشيء التالي. لو فرضنا أنه هذا نهاية البرنامج، هنا الإند حقة البرنامج، خلونا نضعها بلون ثالث، هذه الإند حقة البرنامج. زين، لاحظ معي أنه الجزء هذا من البرنامج زين بأكمله، هذا جزء من البرنامج وهذا جزء من البرنامج، بمعنى أنه بعد ما يطبع الإيرور راح يروح للإند هنا، وهذا بعد ما يطبع الجريد راح يروح للإند. أرجو أن يكون الشيء هذا واضح. إذن عندنا جزئين من البرنامج، عندنا الجزء الأول إذا الدرجة بين أكبر من الصفر أو أصغر من 100 اطبع إيرور وخلص البرنامج، وإلا مضبوط إذا الدرجة شيك على الدرجة كي زي ما تبغى وطبع الدرجة بعدين أنه البرنامج. ممكن أكتبها بشكل ثاني مضبوط، يعني ممكن يكون شكل أوضح. درجة صحيحة زين، راح نروح yes ولا no، هذا yes زين. استخدم البرنامج السابق أو الكود السابق أقصد، طبعا الكود اللي كتبناه هذا. no إذا مو بصحيحة فإنك اطبع خطأ. زين، بعد كذا هذول راح يلتقون مرة ثانية في نهاية البرنامج. زين، end واضح. لحظة أنا جالس أخربش، يعني مو بشيء واضح ولا شيء، لكن حاول إني أشرح لك، وحاول، وأصلاً هذا الشيء اللي راح يحصل، دائم تخربش ويطلع لك شوي يعني مو بواضح كذا، كل شوي يوضح لين تبدأ تكتب البرنامج، لين تكتب البرنامج يتضح لك بشكل كامل. إذا عندنا هنا تفرع، عندنا شجرة هنا، قرار. إذا الدرجة صحيحة فإننا نروح نشيك على الدرجة ونطبع الجريد. زين، إذا الدرجة غير صحيحة فإننا نطبع خطأ وننتهي. زين، لاحظ أن الجزء هذا بحد ذاته في تفرعات، مضبوط، في تفرعات branches اللي هي هذه التفرعات، وأما الجزء هذا ما فيه طبعا. واضح، أرجو أن يكون الشيء هذا واضح. طيب، نرجع للبرنامج حقنا ونشوف كيف راح نطبق الشيء هذا. زين، راح نستخدم طبعا nested if، ما يسمى ب nested if اللي هي if post if. زين، لو تلاحظ من هنا من الرسمة انه عندنا هنا عندنا if، صح، عندنا if تعطينا yes ولا no. بوسط ال yes مضبوط او النو على حسب اللي تختار، راح نستخدم البرنامج السابق اللي هو if بنفسها. زين، نجي هنا، هذا عندنا شرط مضبوط، إذا الشرط تحقق اطبع الايرور، إذا ما تحقق رح ونفذ if ثاني في وسطها. زين، خلونا نشوف كيف هذا الشيء نستخدمه، نسميها nested if. زين، طيب هذا برنامج، نروح هنا، طبعا لك خيارين، أنا بختار الخيار إني أحط الايرور بالif، ممكن تحط الايرور بالif أو الالس، أنت عندك خيارين تفرعين، واحد منهم يطبع ايرور، واحد منهم يشيك على الدرجات ويطبع لنا الجريد. مضبوط، أنا بختار إن الif هي اللي تطبع الايرور، فif مارك أكبر من 100 أو هنا or، هذا operator ال or. زين، operator هذا معناته أو or وليس and. إذا المارك أكبر من 100 or المارك أصغر من الصفر، طبعا راح يكون إن شاء الله عندنا درس خاص أو مجموعة دروس خاصة باللوجيكال expression، بالشرط حقات الاف، شروط حقات الاف، وش الاوبريتورز اللي نقدر نستخدمها، اند اور واصغر منه اكبر منه هذه، وكيف تتكون. زين، لكن ركز معي الحين حتى نفهم كيف البرنامج يكتب. اذا المارك اكبر من 100 او المارك اصغر من الصفر، فانك هنا system.out.println error. زين، هل تقول هنا شيء تقول زي اطلع من البرنامج او exit او حاجه زي كذا زي ما قلنا حنا؟ لا،
هنا تبغى أنت كل الجزء الباقي هذا، الجزء الباقي هذا الجريد بما في طباعة الجريد هذا كله يكون ضمن الإلس حقة الإف اللي عندنا، واضح؟ إذن كل الجزء هذا راح يكون ضمن الإلس حقة الإف. فإذن راح نقول الشيء التالي، نقول إلس وإنتر، وبعد كذا نضع هنا قوس، نفتح قوس هنا معقوف ونسكر القوس المعقوف. خلو أكبر الكود عشان يكون الكود كله بأكمل واضح قدامك، واضح؟ وبعد كذا ممكن نظلل الكود هذا كله ونضغط تاب حتى أنه يعني يكون منظم أكثر. لاحظ أنه الآن nested، زين، هذه الستيتمنت هذه بأكملها nested، statements هذه بأكملها nested أو مدخلة أو مدمجة في الإلس اللي عندنا هنا، كأنه عندنا درجتين من الإف والإلس، زين. إذن البرنامج كيف راح يتنفذ؟ إذا المارك أكبر من 100 أو المارك أصغر من الصفر راح يطبع إيرور، وبعدين يقفز كل الجزء هذا الإلس، مضبوط؟ إذن إذا المارك اللي دخلنا غلط يطبع لنا إيرور ويروح لآخر شيء هنا تحت، يقفز كل جزء الإلس هذا. وإلا فإنه راح يدخل الجزء هذا اللي هو يتكون من مجموعة الإف والإلسز هذه اللي chained وراء بعضها. إذن هذه نسميها nested لأنه بوسط الإف بوسط الإلس، زين. الإلس هذه فيها كل الستيتمنتس هذه، بينما الإلف إلسز هذه اللي عندنا الإف هذه والإلس إف والإلس إف هذه chained، يعني معنى أنها مربوطة ببعضها البعض كأنها سلسلة. إذا تحقق سو، وإلا إذا تحقق سو كذا. أرجو أن يكون الشيء هذا واحد. هذه درجتين هنا، مضبوط. هنا عندنا قرار عام، هل المارك أصل اللي جتنا مارك معقولة درجة معقولة صحيحة ولا لا؟ هذا قرار عام. إذا كانت غير صحيحة طبع إيرور، إذا كانت صحيحة سو اللي تبغى أن تسويه، مضبوط. جوا هنا عندنا مجموعة شروط، مجموعة تشيكات مربوطة ببعض. إذا تحقق التشيك هذا ولا يتحقق اللي بعده ولا إذا تحقق اللي بعده، أرجو يكون الفرق بين الاثنين واضح، زين. خلو بشكل سريع ننفذ، خلو نحفظ البرنامج وننفذه بشكل سريع نشوف. طيب طيب الآن يقولك دخل لي عدد، خلو نعطيه مثلا 101 اللي هو درجة غير صحيحة 101، زين. الآن راح نشوف كيف تنفذ البرنامج خطوة خطوة. الآن هنا قرأ المارك خلص، الآن جاء يشيك هل هي صحيحة ولا لا، مضبوط. شيك طلعت ميب صحيحة، جاء طبع لنا إيرور، يطبع لنا إيرور بعدين شوف وين يروح، طبع الإيرور بعدين على طول راح لآخر شيء آخر البرنامج. خلي أكبر لك البرنامج نشوف، طبع الإيرور هنا وبعدين قفز كل الإلس هذه، زين، وراح لآخر البرنامج. أرجو أن يكون هذا الشيء واضح. انتهى طبعا تنفيذ البرنامج، زين، كمل تنفيذ البرنامج. خلينا نجرب عدد ثاني يكون العدد صحيح أو درجة صحيحة. خلينا نعطيه مثلا درجة الطالب تكون مثلا 70، انتر. جاء الآن يشيك، زين، جاء يشيك هل الدرجة أكبر من 100 أو أصغر من الصفر؟ لا، ليست أكبر من 100 أو أصغر من الصفر. قام على طول راح يقفز الطباعة هذه وينتقل للإلس، زين، قفز الطباعة وانتقل للإلس جوا الإلس وبدأ من الإف اللي جوا الإلس، مضبوط. طبعا الآن راح يشيك إف إلس، هل الدرجة بين 90 و100؟ لا. هل هي بين 80 و90؟ لا. هل هي بين 70 و80؟ نعم. حط الجريد بسي، خلص التنفيذ، لاحظ محط الجريد بسي، قفز الباقيات هذه زي ما شفنا قبل، انتقل للسيستم اوت برنتلين هنا، مضبوط. راح يطبع لنا يور جريد از سي، طبع لنا يور جريد سي، وبعدين راح خلص تنفيذ البرنامج. طيب ارجو ان يكون التنفيذ واضح، ارجو ان يكون نستد اف واضحه لاف في وسط اف. راح ناخذ ان شاء الله امثله إضافية عليها، لكن في الدرس القادم إن شاء الله اعتمادا على البرنامج هذا راح نشوف كيف تركيبة الإف
راح نشوف كيف تركيبة الإف أو بنية الإف والإلس. شكرا.